السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هنبدأ إن شاء الله في حلقة جديدة من احتراف أوتوكاد 2021، وأمر جديد من قائمة موديفاي وهو التشامفر. ممكن أجيب الأمر من قائمة موديفاي التشامفر أو من التول بار دي الأيقونة بتاعته أو ده شكل الأمر بتاعي. ممكن اختصار CHA وأقول له انتر تشامفر انتر. اتكلمت قبل كده عن أمر الفلت وعرفنا إيه أمر الفلت. أمر التشامفر هو أمر مشابه أو أمر شبيه لأمر الفلت، ولكن بيتم استبدال القوس أو الدوران بتاعي بكسر أو شطفة، أو ممكن نقول عنه ميل. يعني إزاي؟ أنا هقول والله ده الخط الأول بتاعي وده الخط الثاني بتاعي. أنا هبدأ أقول لك ابدأ تشامفر لي الخط ده والخط ده. يعني إيه؟ يعني ابدأ وصل لي الخطين مع بعض بجزء مايل بالمنظر ده، ما تعمل ليش فلت. يعني لو قلت فلت انت والله يبقى ادي الخط الأول وادي الخط الثاني. لاحظ إنه نصف القطر بتاعي هنا زي ما أقول فلت انتر ار انتر 10 انتر مثلا. أبدأ أختار الخط الأول وأبدأ أختار الخط الثاني. ده الفرق بين فلت وتشامفر. الفلت هيبدأ يوصل لي الخطين بتوعي بنصف قوس أو دوران بالمنظر ده، أما التشامفر هيبدأ يوصلهم لي بكسر في المنظر ده أو شطفة أو ميل زي ما تحب تسميها. تمام، أنا هبدأ أمسح ده. اتكلمنا في أمر التشامفر وقلت إنه أنا لو ما اتكلمت في أمر الفلت وقلت إن أنا لو التو أوبجكت بتوعي من نفس اللير هيبدأ يعمل لي الفلت بتاعي من نفس اللير، ونفس الكلام ينطبق على التشامفر. لو التو لير لو التو اوبجكت بتوعي اللي انا هبدا اعمل لهم تشامفر ليهم نفس اللير هيبدا يعمل لي التشامفر بتاعي من نفس اللير. لو هما من لير مختلفه هيبدا يعمل لي التشامفر بتاعي على الكرنت لير الحاليه. ازاي؟ هبدا اقول له لاين انتر ادي لاين اهو، هبدا اغير اللير بتاعتي اهي، اقول له لاين ثاني اهو، هبدا اغير اللير بتاعتي اقول هات لي اللير دي، واقول له سي اتش ايه انتر. انا هبدا اتكلم عن الحاجات دي بس انا اقول له دي انتر واقول له انتر على طول. انتر ثاني ادي البوك، ادي الفيرست اوبجكت وادي السكند اوبجكت. لاحظ انه ده من لير وده من لير والتشامفر بتاعتي من الكرنت لير. طيب تمام، انا هبدا خلاص عرفت دي، هبدا ارجع على الزيرو بتاعتي وهبدا اتعلم امر التشامفر. هقول له سي اتش اي انتر معايا اندو يعني التراجع بولي لاين. لو هبدا اطبق الكلام بتاعي على بولي لاين ديستانس هبدا ادخل المسافه المقطوعه من الضلع الاول والمسافه المقطوعه من الضلع الثاني. انجل هبدا ادخل المسافه المقطوعه من ابدا ادخل المسافه المقطوعه من الضلع الاول وزاويه ميل الكسر او الخط بتاعي على الضلع الاول. ترم لو هعمل ترم او مش ترم ميثود بيبدا يقول لي ده انت اخر حاجه استخدمتها كانت الديستانس او الانجل. مالتيبل لو هبدا استخدم الامر بتاعي او اكرره اكتر من مره. يعني ايه الكلام ده؟ هقول له لاين انتر ادي لاين وادي لاين ثاني واقول له انتر سي اتش اي واقول له انتر. بعد كده هبدا استخدم دي انتر. بيقول لي انا عايز سبيسيفاي فيرست تشامفر ديستانس، حدد لي المسافه المقطوعه من الضلع الاول. حدد لي المسافه المقطوعه من الضلع الاول هقول له 10. هقول له المسافه المقطوعه من الضلع الاول 10 واقول له انتر. بيقول لي المسافه المقطوعه من الضلع الثاني هقول له 15 واقول له انتر. بعد كده هبدا اختار، بيقول لي حدد لي الفيرست لاين ادي الضلع الاول وادي الضلع الثاني وادي الكسرات بتاعتي. يبقى اذا انا بدخل المسافه المقطوعه من الضلع الاول والمسافه المقطوعه من الضلع الثاني. المسافات بتبدا تطبق على الاضلاع او مين اللي تقطع منه المسافه دي ومين اللي تقطع منه المسافه دي على حسب اختيارك. يعني لو انت اخترت الضلع ده هو الضلع الاول هيبدا يقطع الفيرست ديستانس تشامفر منه. لو انت اخترت الضلع ده هو الضلع الاول هيبدا يختار مسافه القطر منه. تمام، دي الديستانس. يعني ايه ديستانس؟ ببدا ادخل المسافه المقطوعه من الضلع الاول والمسافه المقطوعه من الضلع الثالث، وانت بناء على اختيارك لي او السيلكت اوردر بتاعك انت هتختار الضلع الاول مين والضلع الثاني مين هيبدا يطبق لك عليهم الامر. طيب خلاص انا هبدا امسح الشامفر بتاعي ده واقول له ديليت واقول له سي اتش سي اتش اي انتر ثاني. خلاص اتعلمت الديستانس، هبدا اتعلم الانجل واقول له انتر. بيقول لي حدد لي الفيرست حدد لي اللينس اون ذا فيرست لاين، حدد لي المسافه المقطوعه من الضلع الاول هقول له 50 واقول له انتر. بيقول لي طبعا انت عاوز زاويه الميل بتاعتك تميل بزاويه كام عن الضلع الاول هقول له 30 وهقول له انتر. بيقول لي ابدا اختار الضلع الاول ادي الضلع الاول وادي الضلع الثاني، ادي الضلع الاول وادي الضلع الثاني. لاحظ ان انا هبدا اقيس دلوقتي المسافه بتاعتي اهي، دي
دي ال 50 اللي هي المسافه المقطوعه بتاعتي من الضلع الاول، 50 المسافه المقطوعه بتاعتي من الضلع الاول. اما بالنسبه للزاويه فادي الزاويه بتاعتي اهي، الزاويه بتاعتي اللي هي 30. يبقى اذا انا حددت المسافه المقطوعه من الضلع الاول وهي 50، وحددت الزاويه اللي مايل بيها القطع او الشنفر بتاعي عن الضلع الاول، تمام. فانا ابدا ارسم واقول له لاين ثاني اهو، وبكده اقول له سي اتش اي. انت كده اتعلمت الديستانس وتعلمت الانجل. الديستانس ببدا ادخل المسافات المقطوعه، المسافه المقطوعه من الضلع الاول، المسافه المقطوعه من الضلع الثاني. ببدا بعد كده حسب السلكت اوردر ابدا اختار الضلع الاول وابدا اختار الضلع الثاني. طيب بالنسبه للانجل ببدا ادخل المسافه المقطوعه من ضلع والزاويه التي يميل بها الشقفه او الزاويه التي تميل بها الشقفه او الكسر بتاعك عن الضلع ده. طيب ايه هو اتريم؟ انا هقول له اترم انتر، بيقول لي انه الترم بتاعي شغال. لا اقول له انا لا الغي الترم بتاعي، وبعد كده اقول له دي انتر، اقول له انتر. انت هبدا اختار الضلع الاول وهبدا اختار الضلع الثاني. لاحظ ان هو وصل الضلعين، نفس امر فيلت بالظبط على الاكستنشن وعلى الاكستنشن، بس ما عمليش فيلت. يعني هنا كان ممكن كان لازم يعمل اكستند ويبدا يوصل لي هنا هنا، وكان عايز يعمل ترم. لا ما عملش كده، لان انا عم قلت له ما تعمليش الترم. طب لو قلت له سي اتش اي انتر، في انتر والله شغل لي الترم بتاعي، وهبدا اقول له ادي الفيرست وادي السكند. لاحظ ان هو عمل ايه؟ والله بدا يعمل لي اكستند ويبدا يعمل لي ترم ويوصل لي الخطين بتوعي بالضلع زي ما احنا شايفين. ايه الفرق بين ده وده؟ ده والله بالديست ده بالديستانس، اما دي كانت بالانجل واللينس. انا هبدا امسح الكلام ده وهبدا اقول له سي اتش اي انتر. خلاص اتعلمت ديستانس، اتعلمت انجل، عرفت يعني ايه تريم. قلنا مسوت هقول اي انتر، بيقول لي ان انت اخر حاجه كنت شغالها بالديستانس. دي بيفكرك ان انت اخر حاجه كنت شغال يا اما بالديستانس يا اما بالانجل، يا اما بالديستانس يا اما بالانجل. او انت بيقول لك مثلا انا هقول له ايه انتر، هيبدا يخلي لي الديفولت بتاعي على الانجل. يعني انا كنت عامل اخر انجل هذا اهو، كنت عامل طول الضلع بتاعي 50 وزاويه الميل بتاعتي 30. لو جيت هنا هقيس طول الضلع بتاعي اللي هو ده، هلاحظ ان طول الضلع بتاعي ده 50 ده، طول الضلع بتاعي 50 وزاويه ميل الخط ده مع الخط الاول اللي هو ده 30، زي ما احنا شايفين بالمنظر ده. يبقى اذا الميثود بيخلي لي الديفولت بتاعي عند الاختيار مباشره، الميثود سي اتش اي انتر اي انتر، او الميثود ده بيبدا يخلي لي الامر بتاعي على الديفولت، يا اما ابدا اشتغل ديفولت بالانجل يا اما ابدا اشتغل ديفولت بالديستانس عند اول ما ابدا اشغل الامر الثاني. انا هرجع على الديستانس هقول له دي واقول له انتر. خلاص الميثود المالتيبل ده لو معايا اكتر من خط وعايز ابدا اعمل لهم الشنفر اهو، هبدا اقول والله سي اتش اي واقول له انتر. انت عايز تعمل شامفر كام؟ هقول له على نفس المسافات بس خليه لي مالتيبل، يعني خلي لي الامر شغال معايا. هبدا اختار الضلع ده والضلع ده عمل لي شامفر، الضلع ده والضلع ده شامفر، الضلع ده والضلع ده شامفر، والضلع ده والضلع ده زي ما احنا شايفين، الضلع ده والضلع ده زي ما احنا شايفين، تمام. ممكن برضو لو معايا ريكتانجل اهو وهقول له سي اتش اي انتر، انا عايز المسافه 10 و15 بس تخليهولي في الحاله دي بي انتر، قولي غير، وهبدا اختار المستطيل بتاعي. هلاحظ انه بدا يعمل لي الشامفر بتاعتي كلها مره واحده، بدا يعمل لي الشامفر بتاعتي كلها مره واحده. طب لو عايزين نتاكد هل المسافات بتاعتي متساويه في الشامفر ولا لا، انا هبدا اقول له اهو، هو خد والله هنا المسافه الراسيه او المسافه في اتجاه واي هنا هي ال 15. طب وهنا برضه المسافه في اتجاه واي 15، هنا في اتجاه واي برضه هي ال 15، وهنا في اتجاه واي هي ال 15. طيب بالنسبه للمسافات في اتجاه الاكس، خلى لي هنا برضه دي اللي هي 10 ودي 15 ودي 10 ودي
15. يبقى اذا امر الشامفر ما عملليش المسافات بتاعتي متساويه على الريكتانجل بتاعي. امر الشامفر ما عملليش المسافات المتساويه بتاعتي على الريكتانجل. طب لو انا عايز ابدا ادخل المسافات بتاعتي بحيث انه تكون ال 15 او ال 10 دايما من الاكس او دايما من الواي، هقول له سي اتش اي انتر، وهبدا اقول له ام انتر يعمل لي مالتيبل. انا هبدا اختار الضلع الرأسي مباشرة هو الأول عشان يبدأ يعمل لي المسافة الأصغر منه، عشان يبدأ يعمل لي المسافة الأولى منه أهو. لو جيت أبدأ أقيس المسافات بتاعتي تاني هلاقي المسافات كلها اللي هي في اتجاه الواي هي المسافة الأولى اللي أنا كنت مدخلها على حسب السيلكت أوردر. طيب سي اتش ايه انتر تاني، في هي معايا تاني في الأمر، معايا أندو لو أنا داخل أمر مالتيبل وعايز أتراجع عن الشامفر انا عملتها باستخدام امر اندو. البولي لاين زي ما اتعلمنا ممكن ابدا اطبقها على الريكتانجل، او ممكن لو معايا بولي لاين بالمنظر ده هقول له بالانتر اهو. هبدا اقول له سي اتش اي انتر، انا عايز المسافات بتاعتي وليكن زي ما هي، واقول له بي انتر. هبدا اختار البولي لاين، هيبدا يعمل لي الشامفر بتاعتي مباشره على البولي لاين مره واحده اهو زي ما احنا شايفين. تمام. طب ممكن ابدا لو معايا ادي خط اهو وادي خط تاني وهقول له سي اتش اي انتر، بعد كده هقول له ادي العنصر الاول، بيقول لي اختار العنصر الثاني، بيقول لي اختار العنصر الثاني او دوس شيفت عشان ابدا اعملهم لك كلوز، دوس شيفت عشان ابدا اعملهم كلوز بالمنظر ده. يبقى اذا انا في نهايه امر الشامفر النهارده هبدا الخص لك او اقول لك ان انا لو معايا خط بالمنظر ده ومعايا خط بالمنظر ده ومعايا كمان لاين بالمنظر ده ولاين بالمنظر ده اهو، انا لو عايز ابدا امسح الجزئين اللي فوق هبدا اقول له هاخد دول بس كوبي كده، اهو ممكن ابدا اقول له تي ار انتر انتر، انا عايزك تبدا تطلع لي الجزء ده والجزء ده. ممكن استخدمها بامر فيلت انتر واختار الفيرست اوبجكت اهو، بعد كده اضغط شيفت واختار السكند اوبجكت. ممكن اقول له سي اتش اي انتر ادي الفيرست اوبجكت، واضغط شيفت وادي السكند اوبجكت. يبقى انا اتعلمت اعمل الطريقه دي باكتر من، اتعلمت اعمل التريم ده باكتر من طريقه. ممكن برضو بامر تريم بدون الضغط على زر شيفت اقول له فيلت انتر ريدياس انتر واخلي الريدياس بتاعي زيرو وابدا اختار الاوبجكتس بتاعتي. امر الشامفر برضو ممكن اخلي الديستانس بتاعي في المسافتين 0 و 0، وممكن اخلي الضلع المسافه المقطوعه من الضلع الاول 0 والانجل اي قيمه، خلاص انت عامل مسافه ما فيش او عامل المسافه ب 0 فما فيش مسافه هتتقطع فيخليها لي على طول ب 0. طيب هنا لو عايز ابدا اوسط الضلعين بتوعي دول هقول له فيلت انتر، ممكن اقول له سي انتر، انا بعد قبل ما ابدا بس اخد دول كوبي واقول له سي او انتر اهو، هاخد اخدهم نسخه تاني برضه سي او انتر اهو بالمنظر ده. عايز ابدا اوصل الخطين دول فهقول له فيلت انتر سي انتر، هيبدا يوصلهم لي مع بعض مباشره اهو. ولكن خلي بالك انه الجروس لازم تكون عامل انه الرادياس بتاعي بزيرو، هنا لو عملت زوم لاحظ ان هو مديها لي رادياس، فانا هقول له فيلت انتر ار انتر زيرو انتر. ممكن بعد كده ابدا اختار الضلع الاول اهو والضلع الثاني اهو، لو عملت كده سلكت مفيش، اما هنا لو عملت النافذه هيبدا يختار لي الارك بتاعي. ممكن باستخدام امر شامفر سي اتش اي واقول له انتر، اقول له دي انتر زيرو انتر زيرو انتر، وادي الضلع الاول وادي الضلع الثاني. لاحظ انه ما عمليش حاجه فيهم، بس عمل لي تريم اكستند واكستند وصلهم لي بشارب كورنر. وبكده نكون وصلنا لنهاية الحلقة، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله.